سرطاني دار شيع وآية أو سرطاني يا خلق نخوش يا آية ما تفسيره دار كامل هي صوتنا بي أزوان نخوش ويستان سرطة الله يشي بديه كده بير مكان وفولك تو كده بير مكان لوي بردوام أوي دي بينا فارو غرفش أو سرطاني دار كزوز زور بيتسا زوز زور مشكلية لو داري او يعني سرطانة او همو سرطانة اگر واز لو داري بيني او سرطانة دي دايا او داري دي خوشيتن باشترين الرئو الى سيا برينويتي لبن بنوا واغا لبن بنوا مايا سرطانة كان دي بليكيو يعني اونج بريوا واغر هر دلد نهاد دلد نهاد كليكيو يعني ببري لبن يك بيش اوانا ليكيو اي والله يا وزوز زعمت شارتان دا مدى ما كرتوان دا شهر تشكان بريتوا بلام دقمنا ويك يا من ليلك هنا وكانت كهم دبرينوا ونمونا معن هي الليل انا ورفع خان ساقا بوشي وازا همو دبريوا باز مواش ديكا تاز بقى ساكنني خوي دكا عدو لابن بنوا كما شاكا ها هيرسان سرطاني ما يدبن بنوا هيرسان يعني هندك زار دبي زوزة بتركيز دیتا و در به سال دیگه دیتا و در به دو سال دیگه همان نخوشی لب او داره دیتا و حتی از سبب یعنی وقتی دیاری کردم نیه بلند لسر لسلش یا سرطان دیت نکودی بلند وقتی تو تجربه یک سال پر هندک ورد قوا سرطان لیدا او سال دوباره بس او مجموعه سرطان یعنی دیتا و و اگر زود لعنت نبی ولی نه او دارانه لنا او دارانه اگر لعنت نبی تحویل لبی لب مرکان لب داره کاین دیگر باشتن رجع الزول لاي ببي وأوى لنا علاقة شراش سبي هرسي بتن داي بني فرينا دي لو قوري ودواتر بيتشو تاني باشتن رجع لبروي زور دايري ديكا توش دبن يوادار متسودة في ليب بينن كاتب تخوش خواتان دقل والله شي فيديو كلا بالمكان تكا تحياتي لكم هذا السرطان إذا ما تبخر من السندانة السندانة كلها راح تموت ولا تقولوا ليش ما قلتوا لنا ترى هاي السندانة هاي إذا ما وخرتوها أنتوا هذا السرطان اذا ما وخرتوها انتو من السندانه السندانه كلها راح تموت فالحل الوحيد تقصها من جوا وتذبها بصفحه تريد تموت خلي تموت بالعافيه احسن ما تموت بهذا المرض خلي تموت وهي براحه قلبها السلام عليكم